يتكشف تباعاً مصير النهب الواسع والمنظم للأموال الذي تقوم به ميليشيات الحوثي منذ اجتياح صنعاء. ميليشيات الحوثي شرعت منذ احتلال صنعاء وانقلابها على الحكم في نهب البنك المركزي اليمني ومقدرات الدولة من عملات صعبة ومدخرات، ناهيك عن نهب المؤسسات العامة وفرض ضرائب وجبايات مالية على القطاع الخاص والبنوك والتجار وكل المهن. كما نشطت الميليشيات السوق السوداء للمشتقات النفطية لتكسب من ورائها مليارات الريالات، وسيطرت على سوق الصرافة للاتجار بالعملة المحلية والمضاربة بها، وكذلك الاتجار بالعقارات التي اشتعلت أسعارها في الوقت الحالي في صنعاء تحديداً. تقرير سري أممي كشف عن حجم الأموال التي نهبها عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي الانقلابية ويستثمرها في بنوك إيران. هذا التقرير السري المنسوب لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي يقول إن عبد الملك الحوثي يستثمر أكثر من 30 مليار دولار في البنوك الإيرانية تم نقلها على دفعات منذ العام 2015 عبر ميناء الحديدة. التقرير أشار إلى رصد عملية تهريب نشطة للعملة الصعبة عبر ميناء الحديدة والسواحل التي يسيطر عليها الحوثيون خلال العامين الأخيرين، يتم نقلها إلى سفن إيرانية ترسو في المياه الدولية. تقرير الخبراء الأمميين أضاف أنه في الوقت الذي تم إيقاف رواتب مئات الآلاف من موظفي الحكومة في مناطق سيطرة الحوثيين ويعيش الغالبية وضعا معيشيا بائسا، يقوم الحوثيون باستثمار مليارات الدولارات في إيران. هجوم حوثي فاشل نتج عنه مقتل 15 عنصرا من عناصر ميليشيات الحوثي خلال معارك عنيفة شهدتها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غرب محافظة الجوف. وفي طوق صنعاء قصفت مدفعية التحالف متاريس الميليشيات في ميملة وقلب جبهة نهم شرق محافظة صنعاء. تم دحر هؤلاء الأعداء وتم إعادتهم إلى أبعد من مواقعهم، وسيتابعهم الأبطال وسيهزموهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأبشركم أن الجوف عصية على كل من غزاها. أما في جبهة صلب المحاذية لميسرة فرضة نهم، فقد قدم الجيش الوطني لثلاثة كيلومترات جبلية مهمة ليحكم السيطرة النارية على خطوط إمداد الميليشيات. اليوم الجثث متناثرة على مختلف الجبهة، سواء في الجرعوب أو في جبهة حام أو في أمام جبل النصر. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بسواعد الأبطال، الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية السادسة ولوا بالفرار مخلفين وراءهم الجثث، وتم إحراق طقمين لهم ومدرعة على أيدي أبطال الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية السادسة. هذا وقد استمرت غارات طيران تحالف دعم الشرعية في تقديم الإسناد الناري لقطعات الجيش الوطني اليمني المندفعة نحو مركز مديرية نهم وحدود مديرية عرحب في صنعاء. حتى ساعة الصباح الأولى كان هذا المترس الرملي الممتد مسرحا لعمليات اشتباك كبيرة بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية التي خسرت أكثر من 15 من المقاتلين في هجوم على جبهة الجرعوب هنا في مديرية المتون بمحافظة الجوف. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب.
أكثر من 200,000 مهاجر غير قانوني دخلوا اليمن عن طريق عمليات التهريب المنظم خلال العام 2019 وحده، وذلك بحسب إحصائيات رسمية. يدخلون من منافذ عدة، أبرزها سواحل بئر علي في شبوة شرقا وشواطئ الساحل الغربي للبلاد. احنا نحاول قدر المستطاع بالتنسيق مع المجتمع الدولي في حل هذه الإشكالية. إشكالية كبيرة ليست بسهلة، الأعداد التي تدخل اليمن أعداد كبيرة جدا، تضر اليمن وتضر كذلك الدول الخليج والدول المجاورة لنا. نحاول قدر المستطاع بالتنسيق مع الأشقاء والمجتمع المدني في حل هذه الإشكالية، لكن هي إشكالية فوق قدرات وزارة التخطيط أو الحكومة في الوقت الحالي. تقول الحكومة اليمنية أنها عاجزة عن وقف تدفق المهاجرين في ظل وضع الحرب الذي تعيشه البلاد، وهو ما يتسبب بمشكلات عدة تبدأ بصعوبة توفير احتياجات المهاجرين ولا تنتهي بلجوء بعضهم إلى طرق غير مشروعة حيث تتلقفهم عصابات السرقة والمخدرات والتهريب. بعدين هجي أنا ممكن 5 يوم كذا أجلس هنا، هذا عدن. بعدين أنا هجي عدن أشكل. في الغالب يحل معظم هؤلاء على مدينة عدن ليشكلوا عبئا كبيرا على المدينة التي تستضيف نحو 3 ملايين نازح يمني هربوا من مناطق تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. اليوم عدن خرجت من حالة حرب منهكة تعيش كثير من التحديات. بذلنا نحن كسلطة محلية الكثير من الجهود، فتحنا لهم المخيمات، حاولنا أن ننسق مع الجهات المعنية وزارة التخطيط، أيضا المنظمات الدولية التي وفرت الكثير من الإمكانيات لاستقرار هؤلاء النازحين. فيما ينجح جزء منهم في الوصول إلى الحدود السعودية، تتقطع السبل بأغلب المهاجرين الأفارقة في اليمن ليضيفوا مشكلة جديدة لهذا البلد المنهك بالحرب. ردفان دويس، العربية، عدن. تحت مبادرة طائرات الرحمة، أطلقت قوات تحالف دعم الشرعية أولى رحلات الجسر الجوي لإغاثة اليمنيين، وبتنسيق دولي مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث ومنظمة الصحة العالمية. شهدت صنعاء نقل دفعة أولى من المرضى إلى الأردن. المبادرة لقيت إشادة أممية ودولية بجهود كل من السعودية ومصر والأردن، وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أشار سابقا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية. عندي ولدي مريض عنده تشوه خلقي في العمود الفقري، والحمد لله الآن بدأت الرحلة، يعني كنا موعودين من قبل سنة ونصف في هذه الرحلة، وتم الافتتاح قبل 3 أشهر، جلسنا في الفندق أكثر من 3 أشهر والآن استجابوا لنا والحمد لله، هذه بداية خير. وبالنسبة افتتاح المطار هو يعني كيوم عيد فرحة لليمنيين. تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي إطار جهوده الإنسانية كان أطلق الأسبوع الماضي جسرا للغرض ذاته بالتنسيق مع مصر والأردن، فيما حددت الأمم المتحدة قائمة أولى تضم أكثر الحالات المرضية تضررا تم نقل أصحابها على متن طائرة أممية إلى عمان في الأردن، وينتظر أن تليها 3 رحلات طبية أخرى هذا الأسبوع لتنقل إجمالاً 30 مريضا. تم التمويل بواسطة عدد من المانحين بينهم منظمات إنسانية وحكومة الكويت وبالطبع المملكة العربية السعودية التي جندت إمكاناتها لإنجاح هذا العمل وجلب المرضى إلى هنا. جهات طبية قدرت عدد الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي طبي عاجل بحوالي 32,000 حالة، بينها حالات لزراعة الكلى وعمليات القلب.
المعارك في جبهات نهم والجوف تتغير موازينها لصالح قوات الجيش الوطني بحسب مصادر عسكرية. مصادر ميدانية أفادت أن الجيش الوطني استعاد السيطرة على قرن عيقب المحاذي لجبال يام بمديرية نهم شرق صنعاء بعد معارك عنيفة خاضتها قوات من الجيش بمشاركة قبائل نهم ضد ميليشيات الحوثي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى الميليشيات. وبالتزامن شنت طائرات تحالف الشرعية غارات عدة على تجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية الغيل ودمرت 3 عربات مسلحة للميليشيات وقتل وجرح جميع من كانوا على متنها. وتيرة القتال في مناطق جنوب غرب الجوف ترتفع مع إصرار ميليشيات الحوثي على محاولة تحقيق تقدم بأي ثمن نحو مدينة الحزم عاصمة المحافظة. وتحاول الميليشيات وفق مصادر قبلية فصل محافظة الجوف عن مأرب. وتشير المصادر إلى أن المواجهات تتواصل على امتداد مناطق الساقية والعضبة والمتون حيث نجح الجيش بإسناد من قبائل الجوف في كسر عدة هجمات للميليشيات وأسر العشرات من عناصرها وتكبيدها قتلى وجرحى. الميليشيات اعترفت بمقتل العشرات من عناصرها بينهم قيادات عسكرية وميدانية بارزة كانت قد استخدمتهم من عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ودفعت بهم إلى الصفوف الأمامية في جبهتي نهم والجوف. على امتداد البصر تدفق رجال قبائل عبيدة استجابة لدعوة النفير العام التي أطلقها شيوخ القبيلة ووجهاؤها لدعم الجيش الوطني اليمني والتحالف في معركة تحرير صنعاء. لما ترى وما تشوف في هذه الساحة نعم إنما هي نموذج نعم من قوة عبيدة المناضلين في هذا المكان نعم. أما البقية فهي على الخطوط الأمامية نعم قوة جاتك نعم فوق هذه الشيابات. أما الشباب المجاهدين الذين يريدون أرض الله والجنة ليصدوا عن أرضهم ويصدوا عن عرضهم ويصدوا عن الضعفاء والمساكين فنحن لهم في المرصاد بإذن الله تعالى. القبائل أعلنت استعدادها للزحف إلى حيث تقتضي الضرورة العسكرية وتضع نفسها بتصرف الجيش الوطني اليمني والتحالف. نعاهد أنفسنا بسبعة من عهود الله إن حلا نزل عند وجيههم إلى أن ننتصر ولا يدعسونا. نحن لا نزل عند وجيههم ونحلهم أين ما كانوا ونحن تبعهم أين ما كانوا ونقدر نلاحقهم في أي مكان في اليمن. مهم مارب وما ماربهم فدا عليه ولا ما دعسوه ثم الله العظيم عاد فينا شعره هذولا بإذن الله أن نحن في المقدمة حتى نحرر آخر منطقة من مناطق اليمن. قبائل عبيدة في مأرب وإقليم سبأ أعلنت إن لا هدنة ولا تفاوض مع الإنقلابيين. قبيلة عبيدة القحطانية تعلن النفير العام باتجاه معركة تحرير صنعاء دعما للجيش الوطني اليمني وتحالف دعم الشرعية أكبر تجمع قبلي منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية تحتضنه المناطق الفاصلة بين محافظتي مأرب وصنعاء. لقناتي العربية والحدث محمد العرب. هذه كاميرا المصور الحوثي أبو كرار الأقوع وفيها أدلة جديدة
تثبت قيم ميليشيا الحوثي الانقلابية بتجنيد الأطفال. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، الناس يسلم، ونحن نعشق الشهادة أيها الأعداء الأندال. الفيديوهات توضح تنظيم زيارات للأطفال والمراهقين إلى المقابر ضمن حملات الشحن الطائفي ضد الشعب اليمني، ويتم تلقينهم عبارات طائفية عدائية ضد المجتمع اليمني. يلا تكلم ذل حماية. هذا الشهداء العظماء نحن على دربهم سايرون. هل يمكن يذلوكم من قتلوكم وقتلوا أخوانكم وأبائكم و... الفيديوهات لا تشمل الأطفال الذكور فقط، بل شملت الإناث أيضا تحت مسمى الزينبيات. الكاميرا وثقت أيضا عملية إرسال الأطفال إلى الجبهات بدون أسلحة كجزء مما يسمى بعمليات التعايش الجهادي الذي تستخدمه الميليشيات كأسلوب للتغرير بالأطفال. حصلنا بشكل حصري على كاميرا الإعلام الحربي الحوثي. حصلنا أيضا على مجموعة من الفيديوهات التي توضح كيف تدار العملية الإعلامية لهذه الميليشيات، كيف يتم صناعة الانتصارات الوهمية، كيف يتم فبركة المشاهد الحربية. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب من محافظة الجوف. يخوض جنود المنطقة العسكرية السادسة أحد تشكيلات الجيش الوطني اليمني معارك عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية استمرت لعشر ساعات متواصلة. تمكنت قوات الشرعية خلالها من السيطرة على سلسلة جبال قائمة والمواقع المجاورة لها التي كانت تتمركز فيها الميليشيا، كما لاحقت عناصرها الفارة إلى جبال الواغرة. تم اليوم تحرير قائم تحليف وجميع المحزمات وعربات العدو وأفراده وأسره لا زالت بأيدينا، ومعركة اليوم مفصلية وانتصارات عظيمة. المعارك أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، بينهم قيادات ميدانية، واستعادة العديد من الأسلحة والآليات العسكرية المنهوبة. لقد تم في صباح هذا اليوم نصر كبير، نصر مؤزر في جبهة الغيل التي حاول الميليشيات التقدم منها. أما في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء، فقد تقدم الجيش الوطني لكيلومترات جبلية مهمة تحت غطاء ناري لراجمات تحالف دعم الشرعية. راجمات تحالف دعم الشرعية تقدم إسنادا ناريا لقطعات الجيش الوطني اليمنية المندفعة نحو صرواح ميسرة نهم، ميمنة نهم. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب من ميسرة فرضة نهم شرق صنعاء. الجيش الوطني اليمني يتقدم 10 كيلومترات في سلسلة جبال يام الاستراتيجية في ميمنة فرضة نهم شرق صنعاء، حيث تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في عدة جبهات. كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني اليمني وميليشيا الحوثي في جبهة حام شمال مديرية المتون بمحافظة الجوف. بفضل الله تعالى وفضل الرجال الأبطال
وفضل صقور الجو الذين أبلوا بلاء حسنا الكل وليس البعض، وثبتوا ثبات هذه الجبال وتم دحرهم، منهم القتيل ومنهم الطريد ومنهم الشريد، والحمد لله لقد استولينا على بعض التباب التي كانت لا زالت عند العدو. كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية مواقع وآليات عسكرية تابعة للميليشيات في جبال الساقية المطلة على مديرية الغيل والمحاذية لجبال يام. هجم علينا الحوثيون في آخر الليل في جبهة حم، فكان الأبطال لهم بالمرصاد، فما جو إلا خلوهم جثث، يعني جثث هامدة، والحمد لله سبحانه وتعالى قتلوهم وأحرقنا العربات حقهم والأطقم، وعاد الجثث إلى الآن. وهذا قصف ليلي مباشر للراجمات تحالف دعم الشرعية لتقديم إسناد ناري للجيش الوطني المندفع باتجاه شرق صنعاء. راهنت الميليشيات على أن تجد لها موطئ قدم بين سلسلة جبال يام الشهيرة في ميمنة فرضة لهم شرق صنعاء وسلسلة جبال الساقية الشهيرة التي تحيط بمحافظة الجوف، إلا أن طيران تحالف دعم الشرعية من الجو وراجمات ومدفعية التحالف من الأرض أفشلت ذلك التقدم وأعطت فرصة للجيش الوطني لتعزيز مكتسباته العسكرية. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب من المنطقة الفاصلة بين محافظتي صنعاء والجوف. معاناة تدخل عامها الخامس منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء وانقلابها على الدولة. الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات اليمنية تعز الضالع كرش وطريق الساحل الغربي، وهي الشريان التجاري الأهم في البلاد، وقد تعرض للكثير من التخريب على يد الميليشيات. الميليشيات الحوثية دائما تركز في عملياتها على قطع الشريان المغذي للمواطن، والذي ينعكس بصورة سلبية جدا على حياة ومعيشة المواطن اليمني الذي تضرر كثير من هذه الميليشيات. غير أن مخاطر اليمن لا تزال تتربص بساقي الشاحنات ومستخدمي هذا الطريق العام، فالميليشيات الحوثية كثير ما تستهدف بالقنص أو النهب ومصادرة ممتلكاتهم، وهي ممارسات تتكرر بشكل يومي. نحن كسائق النقل في هذه المرحلة علينا الكثير، انقطعت كثير من الطرقات، منها طريق الساحل وطريق كرش وطريق الضالع طريق إب، حيث أننا في هذه المرحلة ننقل عبر طريق طويلة تصل إلى 3 أضعاف ما كانت عليه، عبر طريق عدن، عتق، مارب، البيضاء، ذمار، ومنها إلى إب وصنعاء وكل المحافظات. رغم معاناة مستخدميه والمخاطر التي يتعرضون لها، لا يزال طريق يافع البيضاء شريانا رئيسيا تتدفق عليه آلاف الشاحنات يوميا من عدن إلى كل مناطق الشمال اليمني. ميليشيات الحوثي عندما قطع خط الضالع وتعز الشاحنات التجارية أصبح هذا خط يافع خط العام لطلوع الشاحنات للمنطقة الشمالية بشكل عام، وأصبح هذا الإزعاج على الناس ومضر للناس وحوادث وسبب أموات بسبب الزحام والحوادث، وأصبح هذا الخط خط عام للمنطقة الشمالية كامل. نتيجة الحصار والخراب الذي أحدثته ميليشيات الحوثي في المنافذ الرئيسية التي تربط بين المحافظات اليمنية، اتجهت معظم الشاحنات التجارية عبر طرق جبلية وعرة فيها الكثير من المخاطر. ردفان دبيس، الحدث، يافع، محافظة لحج.
يتكشف تباعا مصير النهب الواسع والمنظم للأموال الذي تقوم به ميليشيات الحوثي منذ اجتياح صنعاء. ميليشيات الحوثي شرعت منذ احتلال صنعاء وانقلابها على الحكم في نهب البنك المركزي اليمني ومقدرات الدولة من عملات صعبة ومدخرات، ناهيك عن نهب المؤسسات العامة وفرض ضرائب وجبايات مالية على القطاع الخاص والبنوك والتجار وكل المهن. كما نشطت الميليشيات السوق السوداء للمشتقات النفطية لتكسب من ورائها مليارات الريالات، وسيطرت على سوق الصرافة للاتجار بالعملة المحلية والمضاربة بها، وكذلك الاتجار بالعقارات التي اشتعلت أسعارها في الوقت الحالي في صنعاء تحديداً. تقرير سري أممي كشف عن حجم الأموال التي نهبها عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي الانقلابية ويستثمرها في بنوك إيران. هذا التقرير السري المنسوب لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي يقول إن عبد الملك الحوثي يستثمر أكثر من 30 مليار دولار في البنوك الإيرانية تم نقلها على دفعات منذ العام 2015 عبر ميناء الحديدة. التقرير أشار إلى رصد عملية تهريب نشطة للعملة الصعبة عبر ميناء الحديدة والسواحل التي يسيطر عليها الحوثيون خلال العامين الأخيرين، يتم نقلها إلى سفن إيرانية ترسو في المياه الدولية. تقرير الخبراء الأمميين أضاف أنه في الوقت الذي تم إيقاف رواتب مئات الآلاف من موظفي الحكومة في مناطق سيطرة الحوثيين ويعيش الغالبية وضعاً معيشياً بائساً، يقوم الحوثيون باستثمار مليارات الدولارات في إيران. نحن في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء. التقدم الأخير أعطى جنود المنطقة العسكرية السابعة أحد تشكيلات الجيش الوطني اليمني أفضلية قتالية وتكتيكية. اشتباكات من مسافات قريبة نتج عنها فرار جماعي للميليشيات كما يظهر في هذه المشاهد الحصرية. هذه عمالهم وجثثهم موجودة ودحناهم وقطعنا عبدتهم وحنا بعدهم لا صنعاء. هذا هو جبل الصافح الأسفل شرق صنعاء، وهذه هي عمليات التمشيط الناري التمهيدي قبل إعلان السيطرة عليه بشكل كامل كما يظهر في هذه المشاهد. وهذه الدروع والآليات الثقيلة تتمركز في المناطق المحررة لإحكام السيطرة النارية على ما تبقى من فرضة نهم التي تسيطر الميليشيات على أجزاء منها في القلب والميمنة. مهزومين اليوم بإذن الله وفيهم أكثر من 40 قتيل، ونقول لهم أن الجوف في أمان بوجود الله سبحانه وتعالى وبجهود الأبطال، واليوم وقعت لهم مجزرة يعني عظيمة أكثر من 40 فرد، في عربات لهم احترقت قدام المدفعية والأبطال، والآن إن شاء الله نحن قادمين. الميليشيات الحوثية فشلت في تحقيق أي تقدم في محيط مديريتي الغيل والمتون في محافظة الجوف بعد إفشال 7 هجمات متعاقبة خلال الأسبوعين الماضيين. ما تقدم في سياق هذا التقرير هي صور خاصة حصرية لقناتي العربية، والحدث توثق سير المعارك في ميسرة فرضة نهم وميمنة فرضة نهم وكذلك محافظة الجوف. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب من سلسلة جبال يام، ميمنة فرضة نهم شرق صنعاء.